يجنن اللون، الشغل خطير خطير. شوف أحلى، شوفون الشغل طالعن طالعن كيف، شوف المحلاته روعة. بيطير هذا، بيطير، أنا قلت بيطير، هذا بيطير عنكم إن شاء الله إنه بيطير طالعن. والله لو قياسين يعني. بالنسبة للبهارات عندي ملح وبابريكا وسموكت بابريكا وبودرة بصل، بودرة ثوم، أوريغانو، وبهار الكيجن، وملح وفلفل أسود. هاي البهارات اللي بدنا إياها للفهيتة وللخضار. عندي هنا حطيت عصير ليمون، زيت زيتون، وحطيت كمان صويا صوص، ومعلقة من معلقة صغيرة من السكر البني. تتبيلة الدجاج ولتتبيلة الخضار هاخد جزء، لا حط فيها الدور الدجاج، هنتبلهم كتير منيح. طبعا الافضل نتبلهم قبل بوقت على الاقل ساعتين، بعدين نبدا نشوحهم، هتركهم شويه وبعدين نبدا المرحله الثانيه. انا حميت القلايه، حضيف الزر الجاي لصدور الدجاج. في اكثر من طريقه لنطبخها وتطلع معنا بيرفكت ومستويه وجوسي من جوا. انا صدور الدجاج لما تكون حجمها كبير بحب اعملها بهاي الطريقه. انا عندي صدور الدجاج حجمها كبير، فحطيت شويه زبده شويه زيت، اعطيتها لون كتير حلو، تشوحت من كل الجهات، تقريبا استوت يعني نص استوى ممكن نقول. بعدين هدخلها الفرن تكمل سوا. تقريبا بتاخذ بالفرن ممكن ما تاخذ اكثر من 15 دقيقة، 12 دقيقة ممكن بكفي. وبس لو كانت حجم صدور الدجاج حجمها كويس هنعملها بس على الغاز بدون ما تحتاج فرن. خلاص هنا صدور الدجاج بعد 15 دقيقة بالفرن، هنغطيها بالقزير عشان تحتفظ بطراوتها. خلاص هنا الخضار اتشوهت، هضيف عليها الصلصة اللي اخذناها من تتبيلة الدجاج. وش تنتظر يا حلو؟ اشترك في القناة؟ الله يسعدك، بس اشتركت حبيبي والله.